بداية نعتز ونفتخر بأن هذا التأسيس، تأسيس مؤسسة علي عتاع، عرف قراءة رسالة ملكية موجهة لهذا الجمع المبارك، وفي ذلك التفاتة طيبة قيمة من قبل صاحب الجلالة أيده الله في حق علي عتاع المناضل المفكر الإعلامي الوطني الغيور، لكنها كذلك التفاتة موجهة إلى حزب تقدم الاشتراكية بالنسبة لعطاءات هذا الحزب على امتداد 7 عقود من الزمن. والجميع يعلم أن جزء كبير من مسار حزب تقدم الاشتراكية يختلط مع مسار الراحل علي عتاع، وعرضنا اليوم ونحن نتلقى هذه الرسالة الملكية المولوية التي نشكر صاحب الجلالة عليها ونمتن له بذلك. هذا الجمع، هذه المؤسسة ستكون لها دور إحياء الفكر الذي ساهم الراحل علي عتاع في إدكائه الأسلوب السياسي الذي كان الأسلوب الذي يميزه، البيداغوجية التي كان يستعملها في مقاربته السياسية، وبالطبع بتفاعل مع الواقع المغربي، وعلما بأن قضايا الساعة تظل هي نفس القضايا، أي توطيد الوحدة الترابية، استكمال الديمقراطية في بلادنا، بناء صرح الاقتصاد الوطني قوي، توطيد العدالة الاجتماعية في بلادنا. في كل ذلك المؤسسة تكون فضاء للتفكير، فضاء لترويج أفكار ومقترحات، ونتمنى أن يكون لها دور يضاهي ما كان لعلي عتاع من دور على المستوى السياسي والإعلامي. الوليد الله يرحمه كان مناضل عظيم، وأظن بأن هذا تأسيس المؤسسة علي عتاع جات في الوقت وفي ظروف سياسية راهنة، ولكن بعد 20 سنة بعد الوفاة ديالو أظن بأن الوقت جا باش نقيموا الأفكار ديالو، الدور اللي دار، الدور اللي لعب في الميدان السياسي على الصعيد الوطني، باش نخمو نذكروا على يعني التجربة اللي جاب كمناضل كوطني كتقدمي. وبالنسبة لي هذه المؤسسة نتمناها تعمق هذه الأفكار وتستفد في الدراسات على الضوء الحالية الوطنية. إن شاء الله إلا طلبونا مني مساهمتي غنساهم، معلوم. أظن بأن تنعرف التاريخ خاص ديال السي علي أحسن من كل واحد أولا، ثانيا عندي واحد خبرة صغيرة فيما يخص تاريخ الحزب التقدم والحزب الشيوعي، وثالثا كصحفي يمكن لي نلعب الدور.